بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. عليكم صلاة الله. كما سمعتم من أستاذنا الفاضل الحفيظ ومن إمامنا أيضا، أن هذا الدرس يكون باللغة الأمازيغية لتعم الفائدة إن شاء الله تعالى، لأن بعض الأحيان إخواننا صراحة وخاصة كبار السن والنساء والشباب الذين نشأوا هنا وترعرعوا هنا، فلا يعرفون لا اللغة العربية وحتى الأمازيغية إلا قليلا، ولذلك يعني من باب إيصال هذا الدين ولله الحمد والمنة وهذا المنهج إلى جميع الناس، لذلك يعني نجتهد أن تكون بجميع اللغات التي يتقنها الناس الذين يعيشون في هذه البلاد، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الغرض هو البيان، الغرض هو إيصال المنهج الصحيح وفهم الناس، وبعد ذلك ليس أنهم قد سمعوا لغتهم وفرحوا، وإنما الغرض من ذلك أن يتفقهوا في دينهم، وليس مجرد الفهم وليس مجرد العلم، وإنما اقتضاء العلم العمل لنعمل إن شاء الله تعالى ونكون بإذن الله تبارك وتعالى من الفائزين في الدنيا والآخرة، لأن لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بالعمل. يقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليس بما كنتم تعلمون، ليس بالعلم وإنما بالعمل، لكن لا بد من العلم وخاصة وقت الفتن، فكيف تعمل بدون علم؟ لا بد أن تتعلم من أجل العمل. وعندما قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا يخطر أحدنا أننا قل نحن دخلنا الجنة بأعمالنا، لا، وإنما هذا العمل فقط سبب لدخولك الجنة. أما الجنة فندخلها إن شاء الله تعالى برحمة من الله تبارك وتعالى. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. لذلك لا نغتر صراحة، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، أبدأ مباشرة بكلمتي، لكن فقط النصيحة الأخيرة: إيانا جميعا أن نغتر بأعمالنا. لا نقول أننا يعني تزكي نفسك وتزكي قلبك وتقول أنا أعمل كل شيء إلى غير ذلك، قلبي أبيض وحافظ وأحافظ وأحافظ، هذا من الغرور، وربما طريق ووسيلة من طرق الشيطان ليضلك ويضيع أعمالك، لأن الشيطان لا يذهب إلى أهل المقاهي وكذا، حتى يذهب إلى الذين يعملون ويأتيهم من فوق حتى يغتروا بأعمالهم ويصيبهم الكبر والإعجاب، الإعجاب بداية الكبر ثم يصيبه الكبر. وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك الإنسان يقول الله عز وجل أيضا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان دائما يعيش
يعني في طريق الله عز وجل، هو مؤمن ولله الحمد، لأن لا يجوز لك تقول كذلك. بعض الناس يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد لا يدري هل هو مؤمن أم لا. إذا كان مؤمن يعني يقصد بذلك أنه يريد أن يتمنى أن يموت على الإسلام وعلى الإيمان، هذا جيد، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، صمت إن شاء الله، هو المغرب يكون المغرب يقول لك صمت إن شاء الله. كيفاش صمت إن شاء الله؟ ماذا قصدت؟ ماذا قصدت عندما تقول قولوا لي ماذا يقصدون الناس عندما يقول صمت إن شاء الله؟ إذا كان من هذا الباب نعم، يعني صمت إذا تقبل الله مني هذا جيد، ولكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا الاستثناء تكلم فيها العلماء وليس الآن بحثنا في ذلك. إذن إن شاء الله أبدأ بالشلحة حتى لا أطيل كما أعلن إخوانكم. الإمام حفظه الله هو الذي فتح لنا هذا الباب، قرأ علينا حفظه الله في الركعة الثانية آيات من كتاب الله عز وجل من بداية سورة الإنسان. هذه السورة عظيمة، قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا الإنسان، الإنسان ونتيجي جنقث ماثروخ قبل إلى الله تعالى يخرق في ذي العدم، يخرق في ذي والو نغلى، ثم الله تبارك وتعالى غمت عنقص النعم الكثيرة، إذن أوجدنا من العدم ومتعنا بالنعم سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يريد والو لم يكن شيئا مذكورا، ثم قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة. سبحان الله، هذا الذي يتجبر الإنسان ونتان يتكبر، اتذكرت الله تعالى بأن انتقذ النطفة من نطفة إذ خلق الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل جزنت سورة النار الله علم سورة الحج ينخين كان البعث يتذكاريثا قرص: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد إلى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. قال المراحل للإنسان وقيت عفاني قرى شوف أيها الإنسان. لذلك الآية النانقة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله، كيفاش الإنسان يجي تكبان يجي عصان يجي كفان إن كان البعث إن كان وجود الله إن كان كرشي، ويتشي بأن الله تعالى متعه بالنعم بالإسخار الدنيا وما فيها، كرشي فجعلناه سميعا بصيرا. إذن دور انكم مش دخرق الله عز وجل نبتليه، من تعنى الوظيفة انك الابتلاء نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ميمي نبتليه، ومن قال نبتليه نمتحنه الامتحان. لذلك الامتحان يتحذج اثنين بريذن، يتحذج ذيس الفيتان، يتحذج التصد بسرين حماد يخزى الله تبارك وتعالى، واني غيظها واني غيتبعنا بريذا واني غيتبعنا بريذا. لذلك من دغن الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، زيد إنا هديناه السبيل. هاي قيبريذ السبيل هو إرسال الرسل
والسبيل طريق طريق الله، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، إنزال الكتب وآخر كتاب وهو القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو السبيل، هديناه السبيل. ثم من غير الإنسان إما شاكرا زيد وإما كفورا. لذلك قال الآية الغني عون: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين زيد وهديناه النجدين. قعد الله تعالى قال آية الغني: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا الامتحان يتي الشيخ الأستاذ يقارك هذه غوري قمرت الغريض مليح مرت سعديد الامتحان مليح قال نقطة النكاتيري مليح مرت تبعث فاق الشغر تزد القسم تيراد وها لها وسفيرك لا الدروس وتراجع الدروس انك وتطبق من دقيقة قتفة تسقط. كذلك نشي الغانخ السبيل غان غبريب وهو المنهج النقيش إذا غشار الله تبارك وتعالى وهو ذا الإسلام ويريد جنخ الفطرة للإنسان. قال الإنسان يخرق الدم سر عادي قد نقرب لأن الله تبارك وتعالى من أغا فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتشارح عن الفطرة بأن الإسلام قرن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. أي واحد زي المولود يخرج قد الفطرة. ثم يقال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه وميقال أبواه الأصل والنثيابان فأبواه يهودانه وميقال يهودانه يعني رذم سرم يهودانه تارن دوذي أو ينصرانه تارن ظنصراني يخرج قد الإسلام خل الفطرة. ثم استربية الوالدين فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إما ثالا ذوذي نغذى نصراني نغذى مجوسي وإن نشاء أو يمسلمانه والثالن شا ذا مسلم لأن الأصل ذا مسلم سنين تغيى بعد تغيى الفطرة النص على حساب بريدن. إذن الإنسان ونتاخر قتيد الله تعالى الأمر مهم الامتحان ونتا ثم الله تعالى يسقى ذنغ الأنبياء وذا غير جيشا مني إجان الله تعالى بلما ذا غير مرد الدين ما يجانيشا ما ويجبونيشا من الدور الرسول الدور الرسول هو الإرشاد البيان ثم الدور العلماء واثن مني النخ الأنبياء حمغذ بينا لأن من قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار بل ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن العلماء واثن العلم كسي العلم إذن يسخاض الله تعالى العلماء دعاة أتقم الدعوة حتى القيام السماء تقوم الحجة خوذان. أما التوفيق من الله تبارك وتعالى خلي النبي صلى الله عليه وسلم وزم ذيري موفق الموفق هو الله. انت من غس النبي صلى الله عليه وسلم يتبين يترشد يسرم يغوى يسرم ماشي شغل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمين نقطة يا نشي نضرب عاد نسويع أتقيم ذاك ثم غاث نغاق ميه نغاق وجه يمكن خمسة مينوت أخي استحكم ذا ستيني دوا عم ساذيتوب يا لطيف صافي أتقضع أذيك ستسمحل وذيك ستيويل كورشي تساليت شكو تجيبوذ شغرني شغرني نابي العالم وتجيبوذ شغرني شك غاك تبين وغاك هو تحكم ذوارا توفق التوفيق من الله. من دسين الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وتجيو حرق عزيز أبو طالب أقف لأن أبو طالب يحمث يحمى النبي صلى الله عليه وسلم
يكسي خاصة طاس المصائب زي المشركين زي قريش بزاف يري حماث عزيز أبو طالب أرما يموت عادي فكان أثنى غنى من تري حماث قد الدنيا مي دين الله عز وجل إراق سكرت الموت أبو طالب طرح خاصي قارس إيه قارس يا عزيز سين لا إله إلا الله إن لا إله إلا الله إن لا إله إلا الله ويسن الله بأن النبي ذر حق يسن بالله ذر حق مع ذلك ولو لقاء أبو طالب لقد علمت أن دين محمد هو أعظم دين البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا يقارس عليك وقويض غزي موسقا اسم زيغ يتسمى على حسب المشركين نغني غسقان من تقيذ أفعي ما شاف عاية أتزوان واسقان زواس وور نغني عام أفعي يعني تسمى أتزوان لولا الملامة أو حذارة مسبت يعني قد سبان أثلوما من تقيذ ميغة في سرم ولكن التوفيق من الله قرس كل إلى الله واستقان من يعني واستقان خير الناس أشرف الناس أطهر الناس محمد صلى الله عليه وسلم مع ذلك لذلك نزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت تسرني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء شك غاك ولكن إن دعوا الله تعالى قينا ثنغني وإن إن سل إن في صلاة وإنك لا تهدي ذي الناس إنك لا تهدي ذي الناس لا تهدي يعني القرآن ذي استناقض إلا قال العلماء شارح المنين إنك لا تهدي قانا استلهدي التوفيق الله تعالى يتوفق ما ذي سلم ويتسلم ولكن إنك تهدي إلى الصراط المستقيم تبين ذا سنبريد إذن شكاك هداية البيان وها غاك الإرشاد وها أما التوفيق فهو من الله عز وجل إذا الفائدة ثم زوارت من ذلك سوف فقل النقطة يا وإياك تحكم ذخبنا ذم وإياك استقاد قويد عما سذيتو قاعدك الشينا قانا قير وقت الصحابة غاتفن قراسينا عما سذيتو من قيرا ويجيبو حد كتازي خالد وليد ورغم عمر عمر يتفقل النبي يزدثين يزدثين النبي صلى الله عليه وسلم خالد يزدثين قيل جلسة الناس النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قيسر سيش نوار خالد بن الوليد طير يزدثين النبي صلى الله عليه وسلم إذن وان تحكيم شا قيوذان وإياك إذن واجبو الشر شك الله تعالى وشكل مسؤوليا البيان وشكل مسؤوليا الإرشاد وشكل مسؤوليا غتبينذ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما على الرسول إلا البلاغ هو البلاغ أنه يجي 5 دقائق وها قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقى يقارس نقول لا إله الله شحيك يقارس نقول لا إله الله من تحق شحيك شحيك يمكى يكافر 13 سنة ولا إله إلا سنقام قام الجين ترانكيل يكتأذى أكثين سبث خسان أثنغان من قانتا وسني قاشي كني وعما زدتو مزيد قاسوين ني روميين ني غير نسير النبي صلى الله عليه وسلم الا نشين ني غير نسير النبي صلى الله عليه وسلم تعجب نكي النبي صلى الله عليه وسلم تصورشك الدم نقنط صفن زيت الدعاء من دسني قانتا من قانتا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون زري ذي الخلق النبي صلى الله عليه وسلم ينقن قال الإسلام يسد السيف قال النبي السيف كل شيء من إني الشبهات شنو عن غريب الدين وكان تسكن تخانة نقف يهاجع الطائف سمون تغس ما يميجو شو بوهاري ما يميجو شو حنزة وكثير سوزرو سيزرا يوغاد وستش حيكي يقوى النبي صلى الله عليه وسلم يسد غس ملك الجبال سمعنا على ملك الجبال ملا ملك الجبال الناس يا رسول الله إن السجن الكلمة وهنا إن يتورد الجبولة إن يا خاص نقرب غا خاص نقرب غروخ
نشتي نوضع بخمسة أورو من غانك من تحكم شحال كذوا السوا ذاك وجهك 10 أورو نغلا أتاغي مازيغ الذي غاويين ونشين مليح من تنيم شين الخلق النغ مليح يمكن وانت قوالو ياك قال مليح كي ثودري النغ جوانا غورنا وانس خاريق وانس سوير قوذان وانت مرغي كي ثودرين كل شي مليح نكمر يقيمان غالقين والقالان قبري وذان وقاوين قاوين 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 غاك ماكينة تخدم سوين سوين وين 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 وشي قاك كمرت كل شي ثقيت جاد العقل من نغون قارو زيد هذا كذا السي احمد حماه من اللي غون كارو حمود فوزي الموضوع عطس قات مازيغ شان يجب الدجا وكا ياك راكم الوقت الرعشه ايوا زيد ميخس ميخوضو يقرص اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ميغدو يغمانايا شك ذنش المهم ان الدعوه الى الله ماشي الحكم على الناس يتوب نغوى يتوب ماشي شغلك شكما عليك إلا غتصوت تبرت واجب خاك بلغوا عني ولو آية أمخينا النبي صلى الله عليه وسلم يتوب وسقاش مما دوا حقا من خير السور النبي صلى الله عليه وسلم كثر الطشع أسنى آذان كذا مع ذلك يدعك زوجي قرس قينا صافي ينا ختم الله على قلوبهم ينا يتمسين عما ستوبا أم نقي قال النبي صلى الله عليه وسلم يستمر لأن السن الله غاس النور السن الله انتظر بابن اثناء قنقي ذات جست والسن بورحق إذن شك مرض قاذا سقافي على النقش غير حق وني ويسين إيوه وش أسر وقت وش أسطول النفس ميخاص تازيد رقشوع ميخت سبيب ميخت منغيض ميخت عان ذربونيا في جشان الدعوة ذربونيا سر مني غاش قدسة يكلابس ماشي شغل شكبين أفاس قور شوف الأسلوب القرآن الترغيب والترهيب الكلمة الطيبة سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ينار غيرهم بينات قناغ الامتحان وذواذ السابس يعني الكفار أم يجينا زنا ما قشان الحق ملا يراد الناس دي النبي صلى الله عليه وسلم تقناس الامتحان وجو الموضوع النخصيرة ولكن رغا شوية مية شوية مية إجو ذا يشيد غا النبي صلى الله عليه وسلم قاكرة يا ذراسي النبي صلى الله عليه وسلم الفروس سلمت القصة يا ذراسي النبي صلى الله عليه وسلم الفروس قل غا الأجل قبل الأجل اللي يسيدو ذين يقيم يرادين عمارة النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الناس يا محمد يقيم قارس ورع فن قيك النيو صحاب قريش تطماطلون قوا غاكم بالوقت وغاكم بالعاد وتحترم أمواس وتحترم كذا أو شيء قرينو قريش معروفين سمانايا أمو قد قلشين كذا وكي كاد عمر رضي الله الناس توارد عمر يزو أكيس يجمع الحساب يقيمي تعالى يقيمي تعالى ناس من دا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا عمر الناس عتفني ذاس شك طلب رحقنك شوي شوي هذي يتيني ذينش وش أسر حق الناس فهمت من يقام النبي صلى الله عليه وسلم الناس عمر غرح رضي الله عنه الناس روح كسيد الفلوس وش سيقرا الناس وش شوين زيادة على حساب نخرع الناس في الجيب زريب من يقواني تا وذايا وذايا غير الطورات يخزامات صح النبي ما لو ميدي عقب راح يقبض الناس اشهدوا لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله الا شكي جذ النبي نيشان الناس قام يا غاغي تجي ويت على الصيف ذا الصبا يوان شين روخا يناقا خزان نحالي دن نرونيت نحا السنترو من نرونيت نحا مدرسة من نرونيت في مغارين نغمارة زرين تشتراو تقيدة دات تفون تسنيغا ستاكور شير حواج عارين ذي شفاف نقيث مواف وغاغبو النظام شي ججع شي هارة تحت غار خوضاف رغم أنه يتحدي يجيبو العلم يقصى خاص نغا عاود نطاح اسمي زيغا حق مانايا قروغا قيغ شوية الامتحان والله ما السوارغا مني راح فشنت حانوت وذيني تيفن ويمسر من
تفهم الطوماطيش تصفى تصندوق تنسق مكان محترمة خزامة يتفهمي مسر من شاقي ثمار شان يجع شاقي رحيض وخصخ شان أتزاوغ يخفلنا ولكن ذو هذا الواقع وغامين غالك وجح ما نفضح نزو نرتاق على نزو نكس منايا يوم كذا زو ما تسر من ينا الجوان تقاس نتصدع قير خمس نكار كي مراضي نسخاري قازم سوسيال نقد سيطغوني كان قال المغربي قراص بايش يكاري جمع كان تطفنا نقصي خارقا وني خدم وايد زيد جنار وين وذيني جنار من تاما ام كيس يخاوض الحال جينا غير الامتحان بقى ناس موحال جينا ما غاديش ندي النيشان وجي قال محمد دعفان مصطفى دعفان فاطمه دعفان قال اخي الاسلام دعفان لان ينت قال الاسلام غزا الاسلام وقت السن اسم ذا غير تراجان قال لان نشوه الدين قال عليك نقيم غير كامبو كيشان تمسامنا كيشان بوضينا كيشان اي ثوايا غير تفو ذا غادي تعالي حد الخبر قالوا خزامة ينجا خزامة ينجا رقيس منك شك تمثال للإسلام يكمر كل واحد زي ايوا اش قاص والله ما ذي فهم بابا ودي نسقى قاش كغاك الرسالة اش كغاك الرسالة يكفيش ما عليش يفقد زيك الدماء ليمي ما يقاك ما عليش قاش كغاك الرسالة قصة تصوض غاك ثبرت شكغاك النور يخصيش تصوض النور وتشويه نضيع الدين سالخلوق مين ذي السيد فنغا الخلوق قاروخ جيبوه ماني ميخير السوار كان خدمي ثنتو كاكورت ورات فوق تفوض إذ ندع قبه إنا خلقنا الإنسان شكيك جند الإنسان والإنسان ضعيف ولو أنه يدح وإني أركني جار وإني ميثوث غاثي سجنفتي جار غاثي سجنفت وأقش غاثي التوض وقاش قينا قال الإنسان ضعيف مرة والتالي ذرخبا عما سوذ هريك عما ذو وذيك يوث في سجنفت راح سبيطا التوي ذرخبا زميلي توقعني مهري الإنسان ضعيف إنا خلقنا الإنسان من نطفة يخرقي في يازقيش الله تعالى يازقيش الله تعالى يسخرك الدنيا وما فيها كل شيء ما يمي غاكيج الهدف وهو عبادة الله عز وجل نبتليه ما يمي خرق الله تعالى إبريس نبتليه ما يمي الله تعالى شاء أذير الخمر نبتليه ما يمي الله تعالى شاء أذيرين المعاصي إيه الامتحان يخزع من غاثك سميزي غاثة في الجنة إن شاء الله السبب إبريس قالوا قارس إبليس شر إبليس بالنسبة يمسر من وجبوض الشر للخير ميزي غاثة في شكل الجنة تين ميزي غاثة في الجنة نها غاض عصير إبريس يعني كوي يجي إبريس وغاض عصير في ميزي غاثة في الجنة يذل إن الله تعالى حكيم رحج في يخرق يخرق تيتس الحكمة يخصي شكو ما تسلم لذلك تأدبا مع الله لأن أربعة الأحاديث تحتاج شوية شرح ولكن ذلك ستفقش بزاف الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيدي والشر ليس إليه تأدبا مع الله قال الشر جبنت لأن الله تعالى ويزوب الشر محض قال العلماء الشر استقلال ولكن الشر على حساب السبب إني هل الله تعالى يعذب إبليس دام زواروني غير ما يخصن تغي إبليس مليني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين يخصني أما يخرقين هل الله تعالى يعذب آدم عليه السلام هل الله تعالى غير صفغي ذمني وها ها يجن الشهوة أحسب شحال غنغز الشهوات نشني ما رأيكم قال قراص معلي قيج المعصية بوذا تثث جهنم إيج المعصية أتثث جهنم سيشت المعصية إيج الخضام الزيان واستقذ الحساب أتعيش القلفير دوس الأعلى ودي الصفغن آدم زي الجنة شحال المعاصي يشتنا اثنين يشت يفقد سجل المعصية وتجيبو سنان ياخذ هذا
الباغي ينّي يتساقى الكلب وشاس إجن الباغية زي زي الباغية يعني تميرة مارس زنان الطاز بني إسرائيل تكشى سادي سون يقزين تف زيس الجنة ميمي ثوفانين هيك أنو يمغان تا يفوذ تكسيدها كوس الناس تمتة 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 سلجوه النغي تسوف الله تعالى الجنة تمتة تمتة حمد طعمان أمان تكشى سوق زين كوس الناس هذي سون أمان إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة العمل هو قف قيم ذا قور إذا نسيج المعصية يفض يبريس كذلك إن نستطيع ولو إيج المعصية ذي قيم مخلط في النار ميزير لأن ذي الكبريستيك قغاس العلاقة مما ذا غينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لأنه لم يجد الكبر ذاك الشبه إبريس لأن إبريس من يقى من سبب يقذي شدي آدم مثل الكبر نغلى قناس الكفر الاستكبار كفر الإباء والاستكبار وهذا الكفر من إبليس كفر الإباء والاستكبار مثل الكبر جويني صحاب الكبر وتيثنبوا الجنة نشيق أن فهميت بشق ربعو وني غايق نشان تسيرات جديد نشان بلطوز جديد قناس ينغيث الكبر لا هو جبوذ الكبر فهذا النعمة الصدهاتي لأن الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدد الصدهات وتعفش وتف الحلال نك الشرع نك تقبل طوز جديد تقمي جد جديد تقشاز جديد بالعكس إني خلطنا جينا أحسن قالوا خوانا ما زي بعد نعقل لي شفان الله من رحم الله التربية كنت تشاميرا نخدم قالت شنا غير رومي الكاراج نتاع ماريس واش كلايت نتاع ماريس الحوايج كورشي احنا جاي طاح يخدم غا 12 13 سنه يطاح يخدم وسقامين يطاح ينطا كرانطا كذا يجمع كلشي ونفكا شامين دك نفكا غير بني نرحيو نطور بني نطاوان الايمان نسن كذا ثم وني زيان خل والدين نسمي لازم يوقع يطاح غا مدرسه و غاستي سير امريك شحال 80 اورو يا كمني و غاستي سير امريك و غاصور مي ايشك يستيد بابز زي الخردة بس 50 سنت قحن جاني ريكيكس قال سير كدي قال اسم شو من بابا غزا من دي يخدم يصدق زي غزا يفضحا يقينا كي قرص دغيا مرمي غاد ما غادي وكشن ثدات ما خصني بو باب دغيا مرمي غاك الفغزيق فين وتوالي ذا 9 سنين يزو ذي راح هذي يخدم 8 سنين هذي راح دغيا ذي يخدم ضغي عليك يوفى ضغي أما عليك لسني ذا وليدي شك ما عليك إلا غطغى ذا ثمثق والله ما ذي انت بنيغ أنا قاقضون قيش عني الفاكانسي قال بيني هو البناء البناء الإيماني البناء الروحي بغا تسري ذميك عالم بغا تسري ذميك مهندس بغا تسري ذميك دكتور وجد تسري أقش قنضر قارس اللهم اغفر لي أبي شك أقش قنضر يتدعاكي ولد صالح يدعو له ينا واسين غاك يغدعانش أصحاب مايونيزا ورا والو أصحاب كاتشوبا واسين أه؟ يقارس ولد صالح يدعو له يدعى اللهم اغفر لي أبي اللهم ارحم أبي تصدق باباس هذي صدق باباس هذي حشق باباس هذي راح العائلة باباس عموماس قزي بير الوالدين وخي موث إخسانة حظ غابة بسوم الدكر إنك استقل صلة الرحيم شوف الحق الوالدين يسنيك شاء الله تعالى أم الدكر بابك بعد ما ذمت بابك زبير الوالدين أتزواض أم الدكر بابك قالوا غاب السفيد إني غيت والدار الموضوع ميخن السوار قعمانية قف غطاز رغا سامح ثان ولكن كورت وراء التعقابق نبتلي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ميمي الامتحان يخرق إبليس الامتحان يخرق الشكي الامتحان إجا الجنة والنار الامتحان الفتانة ثينا كورشين الامتحان الوسائل اللي يستخدم الشيطان الامتحان هذه غزا ما ذي نشال الإيمان ما تنفسك تواها تيراد واها أتظن ما زينينا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين. سلم لنك الوالد لنك وشيخ ستسبق النبي صلى الله عليه وسلم وجست قذب يا غاسي ضع النبي صلى الله عليه وسلم قانش تحب بيخش اختازي الفروسينو اختازي زيد اختازي ثاوينو اختازي الوالدينو أدي الشيء جنمسكين ضجانك لكن خيل لا تفيستحقني شيء قوشي 50 درهم فقال أسرح بعد ذي قد جبتهم يقان تحبي النبي صلى الله عليه وسلم حسن زي المالينو قال النبي صلى الله عليه وسلم تجيبوا المالي قارك وشي ثينش قد تقلقي أبواب الخير أقوم يقاني في الظل النبي خل المال قي ثاني تا كذلك إذا ركت حاشة الحرام سفرين قال أحب رسول الله والزمات تقذ وجيت حب يخشى رسول الله ولكن السمين تخدم لا ها قميت نوغا إذا لا يؤمن أحدكم يثا ها قرميزا نبتليه يتفقي الامتحان نبتليه والله تعالى يتبتلي شكوريج ها الشهوات ها الشبهات مرمي رعشة روخ شحال ساعة أتقيم حتى رعشاني غزام كنيو أتقيم حتى رعشايك معليش قالوا غنساور نفاث مزيق توكا أخمين تقصر ما رغم كم شان حاجة تكني وزو مستفد عاود بكل فرح وجد المشكل تفضل تفضل الله يوفق ايه وخ غسبع نعم وخ اللهم يسي الله يوفق معليش الحمد لله الله تعالى زيقنا يقبر أقرق يمزيد أن تراجع إذن نبتليه يخرقش الله تعالى الامتحان فكاكي وورى دائما وظيفتك في الدنيا يا وهو عبادة الله وهي إساس خاص الامتحان لذلك مرمي النتيجة في الدنيا يا في الآخرة مرمي النتيجة الامتحان ربعا ذي بدنا أزمان في الدنيا يقارك شكرا تزجي كارغ تزمي كون هذا الأزمة كون هذا التمارا كون هذا المصائب كون هذا كذا أو ده بدرخ الصلاة يا مخصنائش أو ده بدرخ شوي كارغ تزمي ورثنين ذي الخميس نشي قيد جنذ عفن بنان مقع كون هذا كخافي ما رأيكم هي وضع وانيتا مسكين وغازبوا الإخلاص ها؟ من ذلك قاعدوا يقول إخلاص لا أذير حلال أذير كرشي لأن النبي الأنبياء ابتلث الله تعالى أشد بلاء من عنا الأمثل الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل المشكلة غانا نشين غزاذا يعني ياسي ربي غازقاي وثي غازق شا هذه الصلاة هكا مكاسنتك لكم ناس يمازو معنيش رام ذكيري لأنينا يا سيد ربي غادي الشافير قامت الشافير كون عادي تقسيم انا ني اديوس قيام الليل صافي ها قامت نوغا قواد الابتلاء قال انبياء ابتلاث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم غير في غزوه وحدود النبي وجفت زيس الدم من يعني انت النبي صلى الله عليه وسلم صازير بوثغمس ايوب عليه السلام من يعني النبي ملا شحال كيرك إيكا 17 سنة 18 سنة سمي قان رهري وين هزي ذا السثيرة أكسو من سيتفتت يعني مشلل أيوب عليه السلام من يقع ربي مسني ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم 18 سنة ذي وذان غاش هوا هغخ في سبيتا غادي كفا يتتكور شي غيت كفا الله يحفظ إذا نبتالين شني الناس زوذا هما ذغيا أو شي دار زقني روخ إخسان شواهد تشكر الصفة قتغاو ذاين لأن قانا الصفة المادية يعني تقر مقابل ذا إلا غلط وذا غينا لله الصفة وذين قال الله تبارك وتعالى يفتحوا ذين وذين من الميزان غاصن أنه أنه ميغاجة المادة قي كارميث الله تعالى وأنه ميغاجة شا قي هانيث الله تعالى الله تعالى الناس كلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. القدر يعني نقود دراسة الروايات، قدر يعني ضيق خسار زق قانس قوي هانيث، لأن أصل الميزان مد الله تعالى الناس كلا الدنيا يا سيضابيتي الشيتي كور واحد ما يمي، لأن واسوي ولو، لأن إنك نمس قان الدنيا قانك دانية حقيرة زي واسوي ولو لسيني ذي الأحد قانك لا تساوي عند الله جناح بعوضة واسوي ولو قع. يوشيتي فرعون، يوشيتي قارون، يوشيتي الكفار، شوف 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 حمد السماء رحمتنا ربي قاش عظ عظمت قاش كغاك ميك واجب خاك استنفقد ناغث استسياد قاسقا بالله ما تخدم خبابك قولك نغد جان رحمت الله تعالى. شوف الكوف اوني اوني اسق الكفار تدعون نهار ومساء نغلا تدعون تسبان اكفان وتبعنا بريد الناس شاس الصحة شاس المال شنو ذاك نغوار حمث ميخمين قا ورحمتي وسعت كل شيء اخستي نصدها الرحبة حمين سنة رحمة نابي كفان كفان زيز تدعون قابين اثنيتي شاس المكلة زري شكنا غاش نحاج تستقلس طرف يميك القادس عام والله ما كسخش نحاج عام ما يمين يمكن يقراش أن ينثوى قسمنا ما ذيري رحيم أذيري متسامح أذيري رحيم قد وذا إن الله يتم حيي ورحيم وانت الصفة قصة ذيري قيبنا إذن مخير نبتليه ولكن ما ينقارون نحما خاسك مرق يكون ورد فغط عقبه فيقشكو ما كيدين مني غاو نقارون نقبر يعني اللب الموضوع ميخف. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه يعني الميزان غيغانغ ذي المادة نازو النتيجة ذا نازو نصحح الفكرة يسوني نعقب الغاز إما أضزاغ النتيجة الجزاء ذا وإما أضطاكغ العبادة إما أضصبا وإما أضخيقا وإما أضحزنا إما أضنكاغ القدر إما أضكفاغ إما إلا غير إلا قد دنيا الله تعالى وشيتي كرشي تغزي الآخرة دينشي الكافرة ديال في الجنة فما أصبرهم على النار واستحق غا النار تغزي الجنة غمي تعذر الله عز وجل تغزي غمي قطوفها دانية ومي ذاك الجنة ذاك الخيرات ذاك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إفرشت الله تعالى هل ماء هل أكل ها من تقصد فيها فيها ما ما تشتهي أنفسكم وتلذ الأعين وقد في ذلك زمان هذه الآية خمس وروح مطول عوض كرشي من تقصد المتقي أعدت للمتقي. أما الدنيا إذ خلط أنه تسوي والو غزوني ونقصنا تكسي تكسي تأخذوا من الجنة نشنت معنا. لذلك لذلك من داغي خسن إخسن غنطراجة الجزاء ما يميث قادس الدنيا ليست دار جزاء دار الجزاء من تعنى الآخرة وإنما ثا دار عمل دار للخدمة والجواب والنتيجة قل الآخرة وجيدة ولكن ردتي عشت مليح لأن أصحاب الجنة تيرين قد الدنيا مرتاحين مطمئنين يتيرين مرتاح ويتتصبص بسطية تتص سلاب طابلت ميزي تتص وذيك سبو أمراض نفسية قا أمراض نفسية سميني تقني غلا يتقيثن وني تقريبا وياضين زي قدر الله الحوزن الحوزن الهم الهم قد وغاق قاغاث الدواء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور. سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ينعاد والسنس إنك قانك تهلك المرض النفساني. ما راقش في القرآن والله ما تهلك المرض النفساني. ومن بعد خلق القرآن وها ما رانا ريكس مرض نفساني وانت تصير لاس باسطياض انت منغا انت عصيب. ومن تاكي القرآن النور الهداية وثنقة واني في قن قارث وجيم شقر بروانس الله السلامة والعافية قارث نقود الزكسنا في مسي مين تك يومين جبض غعوض شوف مغسنت سلوسي التليفون ذا ياك تلفزيون دي القرآن ذا. والذين آمنوا من مغيب ذا الجزيرة النية دي قول موزيق الإشهار كذا تراجيد الخبان الجزيرة نغينا الجزيرة يخدم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قاعوا ذي ديك التليفون امشوا مني قاع هذو ذي ديك زيد يا سكرني لا رجع لا رجع قاعد القرآن سيمين هاقا القرآن هاقا مغزنتك ثم غاد تكارث من السحة عججت في القرآن تقيثي الديكور لا يسني اللي غاز دي سايزن مانا شان القرآن شان تركة ذا حتى تعز بيضنا ينفو إلا من رحم الله قاعك الواقع غانا تعذي الكتوب النيت مانا نمليح ولكن سوا القرآن يخسم رمي غيازم مذي تفهم غلط فهمت من رمي غنازم ومخس غانك قالوا غيت سما غاخمي قوان كذب القران الله يحفظن كذب ربي لان الله تعالى من داغي قال القران الشيف اش قا زار نضان قا الصبح قا شجير ثقا غامينا اني خت كفاس ما يتجا اكن فيا انا حتى سنيني غير احد سميمي واد كنفيد سميمي لان واجب التغوري اني نسكن فان اغاكير ان شاء الله رجع نتغوري كل حافظ 10 الحسنات ولكن ذي الفرق جان راجا ذو قنفي فمن مي يبو ذا أغاكيري راجا فعند الله تغري القرآن كور كور حافظ 10 الحسنة عند الله ولكن ميزي واذ قنفي لأن واذ غريض وثي غورين دوا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وثغريض وثي غورين قرص قطع جميع الاتصالات تكسد كورش الاتصالات تجد الموعد أقل القرآن واسط الطاوين ذبور شنت قس هميا 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 توريد من ضعري كمبر الحزب الحزب يكمر أوه قارشك ما شاء الله سنذا تقاضى تزد 5 مينوت ضغي كمرت لأن شكل قاضى مليح سويني الحزب قي 5 مينوت لأن يتطاو هي ثقيم وغيضول كان وغي كتزد تضوض قي خسا تدبور يخسى الإيمان نغشي سكنفان يخسى الإيمان نميزي غاتواريض النور أشياء كني تسمى وني منظي منه وني زوان قاري كلام اللي دلي زوان وني منه رخشان بطاطا يمنه شكاقش مرتاح فمن ما يروح إذن أقش كي الامتحان الجزاء والطراجة شاذني توائيك وإياك تراجد الجزاء ثم النقطة النغنية عرين نفهم كل شيء مش شقل وأنه ميغاو يقعشا زريد وين يختصيتي ربي كي الدنيا لا ماشي بالضرورة كأشد بلاء الأنبياء ماري وقعشا الله كسيدان يشي الجن نغذر مسكين نغي وضع قيش الوانو نغي حروج جذب جسنين يقوين يختصيتي ربي ماشي بالضرورة يمكن العقوبة يمكن العقوبة أني حمز الغفران الذنوب ذي راح يصفى لأن الأمة المحمد من الله تعالى يتسمى يقس الفيتان لأن الفيتانات تمسرينا حمانا غي سكفى الذنوب حمانا غي خفى الذنوب حتى الشوكة حتى ذي سكفى نفتي قيوثن قينا ذنك زي الغفران الذنوب حمط راح ذي إن شاء الله صفيض غال جنة ولكن وني يصفى الصبر لأن المؤمن من يعني المؤمن المؤمن يساوي الصبر زائد عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير
إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابه ضراء صبر. إذ المؤمن يساوي شكرون زائد صبر. هاكا غنمسلم المؤمن ذاك الصفا الشكر. يوقعك شا الحمد لله يعني غتصبر، يوقعك شا نسترى شكا الله تعالى، ثاني ذكي الشكر، ثاني ذكي الخير، ثاني ذكي الطاعة. ها قومي قال المؤمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا إن ويجش الخلق اكتازي المؤمن. هو يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. سبحان الله، المؤمن الأمر نس كل شيء خير. إيه ريك الحمد لله يصبح إيه وش الله تعالى غارزق إيشا يوقع عشان حاجة دي الصحة إيه ريك نكذا يصبح قميز قتموا بين سقي العائلة الناس ما هذا يصبح الامتحان. قال الله تعالى قد سيان منايا ثم ولكن شك قرنك ما يوقعك شهر تسينتا أيه، لأن ثني يقارك الله تعالى مش غرني مكساني نسبة يقارك بصو نذ العلمة حما تذكى ما يذكوا هذا مين تخدم ما يقصى طاحظ حبس صف يخفني عذر يخفني حما تاني ناقش كي الامتحان اذا نجيبون ومي غيوقع شا ديريكت تلقى قوين يقاشا كذا لا يمكن يقاشا يدعى خاص حد لان دعوه المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يمكن شي يجني دعاك نيشان ولكن ماشي دائما ما راه بنادم يوقع الشا انه يعني قال البدايه انه يعني لا بد يقاشا لا قضيه يعني زي البدايه انه الله تعالى ابتلى ثمانين ويجي ابتلى المال يجنس الفقر يجنس المرض يجنس الصحة قطب يقال الابتلاء كوري جميزي الابتلاء ما الشيطان قيخدم الدور النص ما يميت جاشي انتخانت ما يميت جاشي وبريد ما يميت جاشي إلا يثبت السنين يستخدم الوسائل لأن أنت ومي يكفى السنين اللي قد يجعلنا من دل سنة الله تعالى ربي أنظرني إلى يوم يبعثون الناس وذا يتعدى بشار وخجر حتى يوم القيامة. من يعزو بريس من زيقن غيازو قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم من إنا ولا تجد أكثرهم شاكرين. حسبي تروخ تزعزي كل روق 7 مليار يجاني وذن ياك 7 مليار نيش حذا يسني مسرم ايك 2 مليار قاع سنين ها ها قشوة قليل زي 7 2 يمسر من نيش حذا غابر ذعود وقليل من عبادي الشكور ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. لأن مشو من إبليس يسني الله يزبق الشغر يسلم إذا غيقا يمنيقي كي آدم صحاب الشهوة يويثنا الشهوة صحاب الشهوة الفلسفين يويثنا الشهوة يراح آدم يزوقاس يعذما الشغر أرميتي. قال العلماء الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا واشفق منها وحملها الإنسان. التفسير سندك سيتغضى الأمانة أني غار عاصا يفضي الجنة زيد دوغار عصا يخاص يقضي إبليس أمر وقت زيد دوغار عصا. شوف من ذا سيكا حما تسلم إبليس لأن في مسرينا يخاص نسل حما نسل متيحا الله تعالى يبشى سكور شي النعيم يغلى قيل جنة فكلا منها رغدا حيث شئتما. سبحان الله شوف شوف الشث من تقسم زيد هاقا الامتحان ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين إلا ذا شجرة. إبليس ما غيره ما غيره إبليس هذه راح أسيز وق ذا الشجرة مني
إن ذا العدو وصاي قاستي زوق بس ينقى قصدي كسي ها من ريبا اني نقرس قذا الفائدة قرس ذا الفائدة لقيني نتشدد وغاس الدنيا قصحاقش العالم ونتي حجر ومقال العالم الهوى الشرب يقالك مشروبات روحية فدر الناس يسمى الشرب فمن قيب الاسم يا ميلا غيكا يتزوق شوف من يخدم ادم شوف من داس يخدم لغات الشجار النوى شوف خاص الناعم كي كرشي ما تسند الانسان الا غيش نتشجر اي راح ذي برق شكما راه خصها تفض شانو جديد اني همان مين داس تقلنا وجديد مني ماشي خطانت حما غادي قد جان ربعا ذي جديد نعاود ثم نيازو غاشا الماكلة مليح كارنا نيس تقن ما مالين غاتف سبيسيال وإلا وغاك تيتيس إذن من دسلنا إبريس قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد إيش نتشجاف مالاس شزيك تغاكير المونك دائما تعيش ذكي الخلود دائما سمع فوسوس سلوسوس أم الشنرو قرص الله ما يمي ربعا وما يمي آدم أقيم أسقى غايح ما أنا ما يمي شكغاشي الحاج تتوري تبدل ذي القبلة قع وتجي غالغلط والشهوة وهو شنين شحال يمكن مالا تقيد الموعد غضبي من تغمس وتزداد الزجة تقيد غير وقت من الصلاة يا وين اسحي على الصلاة غاضحة ثني مين تعنى ثني سمحت تخيش الحاج توالو نغي يمكن خشان على الريكلام شان بطاطا الساخ سنتين عنه وكاثو الزرد سمحت قيت مزيدة خبطاطا خعشرة سنت قاض ما غا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد الشسر يقارن الله تعالى قال أي أنا نشوف من ذا سيكا من يخدم إبريس يتزجس يتزجني آدم بأن يهزو يصن نصيحة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وديق يتنصح يشخم يعني إبريس يتنصح يتشخص النصيحة آدم ما رخصه يعيش قير خلد ما رخصه يصنصح فدلهما بغرور الشي زي غريضة يوقع من يوقع يوقع من يذا غيت إبريس لذلك يقارن الله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين شنين مين خزروا يومار يوذان شكغات سيور ذاك حد يومار أصحابي عشمان نغمار أغي مسلمن نغمار أغي وذان واش ينفع من هيني ثني قناز ديمقراطية اللي نتموض ما راني وذلك ميتاوين 70 جيمية 80 جيمية 90 جيمية الشيء غان حكم نابي حكم نابي ما راك فاني وذن كورشين طمثاني عند الله تعالى قيت مسيخ وغنبو من يوم القيامة إيا رومي غادا سنة ذاق السيخ غانا نقل انتخاب مين تخسم أن شربني غوان دكشا 60 جيمية أنا كان شرب مين يتوقي عندها صافي الطباق نشرب اني مسموح الحرام يتغامض الحرام ولو من خاسي وذن وخا 99% لأن وقليل من عبادي الشكور يكفهمم الحلال يتغي ماذا الحلال ولو أن جميع أهل الأرض اجتمعا حمذان الحلال الحرام الحرام الحلال الحرام الحرام ذا الحلال الحلال يتغي ما من يحجر ربي الحرام من يتحرم ربي وخا تفقر كل شيء وذن وذا غيت يمي وخا واحد إن إبراهيم كان أمه إبراهيم عليه السلام وحدث يسمى صلاة على هذه الأمة لأنه يثبت واش يتهمي وغزا شغال أكثر إيوا ما رأينا قي المغرب والسنن إيوا كورشينا قي السعودية والسنن الحق ما يتوسيتش قاني بذنا وارا واجبو ذوذر ميزاني غارانش إيوا ما رأي العلومية واجبو ذوذر ميزان هكذا الميزانة تنتحضر أولا الميزانة مزوارو ميغات سريد قال رسول الله الميزان ويسنين مارا
ويقى قال رسول الله ويقى قال رسول الله صدوخنش يقارك النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك زريف قوغا غميغا ناور إياما تصنفاض إياما تزوقذ إياما استقاذ قان شواد كخذين على حساب ينين قواطح ذيها على حساب ذيها قال حزبين قال حزبين من إني واش ينفع رحق سن تسور استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون استفتى قلب لك تحسي الحرام يظهر تحسي الزيس غاك الشك فاسألوا أهل الذكر إذن وترجبوا الجزاء ذنيتا شحال ساعة دروا 5 مينوت الصلاة صافي غتسبدوا لنا حما وراكم تحرام خصونا ني ديالنا مير حاج قيد كي تخيري اتزرجم السنه البعديه السنه البعديه ني تزرجم اتزرجم فان شاء الله ورا نغني نكمل قال الحديث ويتكمل المسامحه اسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى واساله عز وجل ان يتقبل منا جميع اعمالنا ويجمعنا على الخير ويهدينا ويهدي اولادنا وبناتنا وييسر امرنا جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.